محمد صاحب، أنت من الشعراء المحترفين جدا في كتابة لون الأبوذية في مدينة سوق الشيوخ، وربما من المتميزين بهذا اللون. السؤال هو، هل سبب تأخيرك وشهرتك هو تأثير الشاعر رياض عبد الله الأسدي على شعراء هذه المدينة، أم لك رأى آخر؟ وشكرا جزيلا لك والكادر برنامج تواب. سمعت الشعر؟ سمعته. شو تقول؟ أول وحدة الشاعر أياد أخوي وصاحبي ولا تأثير ومو جيلي. مو جيلك؟ اي انا سابقة بهواي. اي ولكن اليوم نجومية اياد طغت على كثير من الاسماء. احنا اذا عن نجومية نحكي بحثا اخر، واذا نحكي عن الشعر بحثا اخر. زين، انت هسه شو تريد تصنف لي مثلا اياد؟ صنف نجم لو صنف شاعر نجم؟ انا ما اصنفه، انا حسب سؤاله هو. اي هو هذا السؤال هسه واضح. لا مو انت تقول اذا نجوميه تختلف، واذا شعر مو تختلف. اذا نجوميه بحثا اخر، هواي نجوم هم. لا تحديدا احنا موضوعنا اياد هسه. اي اي مو جاي بالموضوع، هو هواي نجوم مو يم الشعر. مو يم الشعر. اي اذا على الشعر لا بعيد كلش. من البعيد؟ هو وغيره. قصدك اياد؟ اياد وغيره شعريا. شعري بعيد كلش، يعني بعيد عن شعراء هذه المدينه، لو عن محمد صاحب تحديدا. بعيد عن شعراء المدينه. شعراء المدينه فحول بالشعر، بس اغلبهم معترفين بشعريته. اكيد ما انا في شعريته، انا هسه ما انا في شعريته، وانا حسب السؤال. أي السؤال أي يقول هسه السؤال. نعم، انت شاعر من المحترفين. اي يقول لك انت لك امكانيتك بهذا اللون. اي اليوم يعني القصد يقول لك انه ليش ما مشهور انت بالضبط؟ ليه مثلا اياد اليوم اخذ من عندكم الجو؟ اياد يا جو الخذا من عندنا. ليش يا جو اليوم مسيطر بالساحه؟ اياد الله يطيع عمر نوح ما ياخذ الجو من عندنا. لو ينطيع عمر نوح ما ياخذ الجو. ايه محمد جاي تحكي لي باقتناع انت؟ لو تريد تسوي لي حركه بالبرنامج. ابو حيدر والله العظيم خمس شعراء بالمدينه، خمسه شعراء ابوذيه مدينه سوق الشيوخ. اي شنو هم؟ من هم الخمسه؟ غيرهم يعني ماكو؟ هم ذول الخمسه. اي هم ذول اكو، بس مو مستواهم كتابه الابوذيه. يعني افضل خمسه. اي منو؟ الشاعر الكبير عدنان الغزي. تحياتي. تحياتنا. الشاعر الكبير وسام الحجي على راسي. الشاعر الكبير حسين الركابي. الشاعر الكبير حبيب الأسدي. الشاعر الكبير بعد بس واحد ترى. الشاعر الكبير صلاح اللامي. هاي خمس. ايه هاي خمس. انت وين؟ انا ورا الخمسة. وين انت؟ وين تصير ورا الخمسه؟ هم غير واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. انت وين؟ انا وراهم مو قدامهم، وراهم. يعني ورا اياد؟ لا هذول الخمسه جاي احاكيك عنهم انا، هم كتاب الابوذيه. خمسه ذول اللي احاكيك مو جيلي. مو جيلك؟ عارف. اي ذول اللي احاكيك مو جيلي ولا جيل يعني هسه انت تقول المعترف بهم كشاعريه من كتاب الابوذيه. الابوذيه من كتاب الابوذيه الاصليين. طبعا انا حتى اخرج لك من هذا الموضوع محمد، هواي ناس راح يمكن تشكل على كلامك. ليش تشكل؟ لانه اياد اليوم اليوم اسمه شاعر وحيدر امانة الله. وهو اقول لك جاي من اجمل الحلقات اللي استمتعت به ناني، واحد من الناس من بحضوره بتوارد حقيقه. تحس اكو ملح بالابوذيه، اكو جماليه، اكو حتى الحداثه اللي مشتغلها اليوم بالابوذيه تخلي الكل انه يستطعم بيها. هسه اكو ابوذيات قديمه مثلا، اكو البعض يحتاج لقاموس يلا يجي يفسر هاي الابوذيه. صح. اليوم يعني الابوذيه اللي جاي يكتبها اياد الكل تفهمها. ايه اذا كان شاب واذا طبعا كلها تفهمها، بس مو حلوه. ها؟ مو حلوه. الابوذيه اذا انفهمت مو حلوه. خل اطلع لك من هذا الموضوع حتى لنطب اشكالاته هواي.